إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا ومشاهدينا الكرام في كل مكان نربط بكم الاتصال مجددا من قلب العاصمة العلمية للمملكة مدينة فاس أكيد حساب حير ساكنة حي المسيرة أكيد حساب على شاكلة حمزة مون بيبي هذا الحساب كيشهر بالساكنة ديال يعني حي المسيرة وأخبار عن انتحار أو أن واحد الشابة وضعت حدا لحياتها بسبب حسب ما يشاع وما يقال يعني حسب يعني ما يروج هناك فالسبب هو التشهير بها من خلال حساب اللي تم وضع الصور ديالها أكيد فلا حول ولا قوة إلا بالله لا حديث الآن بمدينة فاس إلا على هذا الحساب اللي روع الساكنة ديال حي المسيرة ناس كيلقاو هناك بطريقة مخلة الحديث ايضا على ان قاصر ولا ولا يعني واحد البنيته يعني في عمرها حسب ما يشاع مازال لحدود الساعه الاسره ما بغاش تخرج صراحة نحاول نشوفوا معاهم قلت السن ديالها على ما اعتقد 18 سنه المعلومات اللي كاينه لحدود الساعه لا حديث في وسائل التواصل الاجتماعي بفاس الا على هذا الحساب اللي روع الساكنة ديال العاصمة العلمية وخاصة حي المسيرة وأكيد صفحات ديال حي المسيرة ذكرت مجموعة من الصفحات يعني الـ يعني الـ يعني, الـ يعني الأخبار ديال ديال أن فتاة وضعت حدا لحياتها وذكر كذلك لأنها سبق أن نشر نشرت الصور ديالها فهذا الحساب أكيد السلطات الامنيه تفتح تحقيق في يعني دخلات على الخط اكيد وغتشوف التفاصيل ديال هذا الملف واكيد لنا الثقه في السلطات الامنيه باش انهم يشوفوا بطبيعه الحال من الفاعل شكون مول هذا الحساب كيفاش تم الترويج ليه ما علاقه الوفاه ديال ذاك الفتاه مع هذا الحساب واش كناش شي علاقه بيناتهم فهنا غيتم فك لربما شفرات هذا اللغز اللي حير ساكنة العاصمة العلمية وخاصة كما كنقول ساكنة حي المسيرة إذا قلت حساب حير ساكنة حي المسيرة ينشر صور هون يعني خاصة الفتيات في وضعية يعني مخلة من الأمور فهنا سلطة الأمنية الآن غادي تكشف على التفاصيل فحساب اللي كان كان لغز حير المغرب كامل وليس فقط حي المسيرة وتم الكشف على صاحب الحساب فلا لا شيء يعني يخفى على السلطات اللي غدير غد الدور ديالها اكيد وغتدخل على الخط وتشوف التفاصيل ديال هذا الحساب وما علاقته يعني بالوفاه ديال داك واش وفاه ولا انتحار ديال داك الفتاه بطبيعه الحال ف حنا غنبقاو مواكبين معكم كل كبيره وصغيره غنشوفوا الشهادات اكيد في عين المكان لتقريبكم من تفاصيل هذه الفاجعه الاليمه نتمنوا كذلك من الاسره على أن تخرج وتوضح نتمنوا كذلك من العائلات اللي مشاو من اجل وضع الشكايات ديالهم يخرجوا للراي العام ويوضحوا وحنا بطبيعه الحال سوف ننقل بكل بكل يعني مصداقيه نقل لهم الصوت ديالهم اكيد وتقريبهم من كل يعني التفاصيل اكيد متابعينا ومشاهدينا الكرام واكيد التضامن مع مع يعني الناس اللي تعرضوا للتشهير اكيد وكاين قوانين في البلاد راه ماشي كاينه السيبه باش نجي واش نبقى نشهر بعباد الله ندير التصاور ديالهم أه كان يعني باج راه صعيب باش انا يوصلوا ليها لا راه كلشي كيوصلوا ليه راه بمجرد دير كومونتير ولا دير باج ولا دير اي حاجه ف حتى حاجه ما غت حاجه ما غتخفى علينا ف حتى حاجه ما غتخفى على رجال الامن فمجرد انك تشهر بعباد الله وتكون في ستياسيون ديال انك مخالف للقوانين فغيتم الوصول اليك مهما فعلت مهما فعلت سوف يتم الوصول اليك فهنا بطبيعة الحال نتمنى من الناس اللي تعرضوا للتشهير يخرجوا يديروا شكايات لان ما يمكنش انت تعرض للتشهير ولا وليداتك تعرضوا للتشهير لان حساب تنشر فيه يعني مجموعه من الصور المخله الوضعيه ديال الناس اللي تنشروا فيه يعني بطبيعه الحال الحديث هنا من خلال الصفحات محلية على أن هذه البنيته هذه تم وضع الصور ديالها يعني في يعني في الحساب اكيد ويعني ربط هذا الامر بال يعني بالوفاه ديالها الغامض اكيد وحنا كنتظروا من العائله باش لانها تخرج وتوضح تفاصيل ما وقع اذا على طريقات حمزه مومبي حساب دار حاله في السكنه ديال حي المسيره شهر بهم وخاصة القصيرات ويعني بسبابه حسب ما يروج فتاة صفاتها لراسها يعني مازال مسكينة دارت لقات راسها يعني في الحساب فلا بدون شفقة ولا رحمة يعني بطبيعة الحال لا حول ولا قوة الا بالله اذا باش ما نطولش عليكم بزاف هذا اللايف فقط بغيت نعطيكم معلومة اكيد حنا غنبقاو مواصل مواكبين معاكم تفاصيل ما حدث اكيد في حي المسيرة وغنشوفوا الا بغاو الجيران يتحدثوا في القناه ديال شوف تي في ممكن انكم تواصلوا معايا بطبيعه الحال من اجل الاتصال بكم نحاولوا لاننا نربطوا الاتصال كذلك هناك في عين المكان من اجل تقريبكم بتفاصيل ما وقع شهادات من عين المكان بطبيعه الحال اللي نتمنى الصادق من السلطات تفك شفرات هذا اللغز اللي حير ساكنه حي المسيره اكيد شكرا متابعينا الى امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر بعد لحظات الله يدير الخير نتمنى من هذا الشيء ما يبقاش نتمنى اللي بغى يدير شي واحد شي خطوه يدير لها ألف حساب اللي بغى يدير شي حساب ديال ديال فيسبوك يشهر بعباد الله يعرف راسو بانه القانون فوق الجميع وان هذا الشيء كيعاقب عليه القانون وبانك غتسبب مآسي للناس شفتوا الحساب ديال حمزه بيبي المآسي اللي شكل يعني سبب للناس والناس دخلت في يعني في ازمه نفسيه وكتلقى راسها منشوره بواحد الطريقه مخله للاداب فلا حول ولا قوة إلا بالله نتمناو كذلك من الجهات المسؤولة باش لأنها تكشف شفرات هذا اللغز أكيد هذا ما يروج حول هذا الموضوع هنا بمدينة فاس حنا غنحاولوا نديروا يعني الـ يعني الـ العمل ديالنا ولكشف المزيد حول هذا الموضوع غن نرجع لكم من خلال لايفات أخرى حياكم الله إلى من لقى بكم في بث مباشر آخر تعازينا الحارة لأسرة الفقيدة السلام عليكم ورحمة الله